بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، بارك الله في رمضان لأني ألتقي معكم عبر قناة القلم، عبر هذه الشاشة المباركة، أحدثكم. ما أجمل الجلوس معكم، نستعرض حياة هؤلاء الصحابة، نزكي أنفسنا بعرض سيرهم، نتأسى بهم لأنهم كانوا تلاميذ الحبيب المصطفى، أنار الله قلوبهم بنوره وهداهم إلى سبيله، عاشوا في رحاب الحبيب وأخذوا وتلقوا علمهم من الحبيب وتأدبوا بأدب الحبيب. فكم كانوا سعداء لأنهم جلسوا مع من أحبه الله واصطفاه الله وأكرمه الله. إخوة الإيمان، اليوم إنما نعيش مع صحابي آخر، صحابي جليل نهل من معين النبوة، ألا وهو إخوة الإيمان ثابت بن قيس ابن شماس. أيضا هو خزرجي وهو أنصاري، صحابي جليل مبشر بالجنة ومبشر بالشهادة، كان خطيب الأنصار. إذا كان حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ثابت بن قيس الخطيب العظيم، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من نجباء أصحاب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لم يشهد بدرا، ولكنه شهد أحدا وبيعة الرضوان وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه هند الطائية أسلمت وكانت ذات عقل وافر راجح متزن، وكان إخوته لأمه عبد الله بن رواحة الذي تحدثنا عنه، وأخته عمرة بن رواحة، وكان زوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، ولدت له محمدة. لكن أيضا ثابت بن قيس تزوج أيضا من حبيبة بنت سهل، التي وقعت قصة الخلع المشهورة التي سنأتي على ذكرها أيضا. وقد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمار بن ياسر. دائما عظمة هؤلاء الصحابة إخوة الإيمان إنما تكمن في مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت متى تعرف عظمة الصحابي؟ بمواقفه، برجولته، بشهامته، بشدته في الحق، بنصرته للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ وهو قلنا خطيب. النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس موقف معه. يقول أنس رضي الله عنه: خطب ثابت بن قيس عندما قدم الحبيب المصطفى إلى المدينة فقال: شوفوا ما أجمل ذلك. قال: يا رسول الله، نمنعك، أي نحميك وندفع عنك الشر، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا. طيب، إذا كنا نمنعك مما نمنع أنفسنا وأولادنا، طيب ماذا لنا إذن؟ قال: الجنة. سبحان الله، هذا موقف نبيل. الموقف الآخر يحدثنا كيف كان الرجل يخاف الله، يخشى الله،
يتمنى أن لا يغضب الله، أن لا يغضب حبيبه، يتحرى إخوة الإيمان. هؤلاء كانوا صحابة الرسول، أما نحن للأسف نتحدى الله في معصيته، نتحدى رسول الله في اتباع سنته، وكأننا نقول نحن نقول إيتي بعذابك يا الله فلن نخاف. المعاصي بالعلن على قارعة الطريق، الكفر، السباب، الزنا، الخمر، المحرمات، كلها تقترف في واضحة النهار، يتحدى بها العاصي رب العزة. انظروا إلى خشية ثابت بن قيس لما نزل إخوة الإيمان قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما سمع ثابت هذه الآية وقد نزلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أغلق ثابت عليه داره وطفق يبكي. افتقده الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم يره يوم واثنين وثلاثة، فأرسل من يدعوه. طيب، وجاء ثابت فقال له الحبيب المصطفى: لما تغيبت يا ثابت؟ حدثني عن سبب غيابك. فأجابه ثابت، قال له: يا حبيب الله، يا رسول الله، إني امرؤ جهير الصوت، يعني يتحدث بقوة بعنفك، وقد كنت أرفع صوتي فوق صوتك، إذن فقد حبط عملي، إذن أنا من أهل النار. شوفوا إخوة الإيمان كيف. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: إنك لست منهم يا ثابت، إنك لست منهم يا ثابت، يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الجنة؟ فقال ثابت: رضيت ببشرى الله ورسوله، لا أرفع صوتي أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية الكريمة: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إخوة الإيمان، هذه شهادة حبيب الرحمن، هذا كتاب أنزل من فوق سبع سماوات، يشهد لمن؟ يشهد لثابت بالتقوى. تأتي البشارة من الحبيب المصطفى، أي منزلة هذه؟ وأي كرم هذه؟ وأي عظمة هذه؟ وأين نحن من هؤلاء، من هؤلاء النخبة إخوة الإيمان؟ مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: لقد ضحك الله بما فعلت بضيفك البارحة. طيب، ماذا فعلت؟ وربما كانت هذه الواقعة إخوة الإيمان هي سبب نزول قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قصتها نرويها كما تذكر كتب السيرة، أن رجلا من المسلمين مكث، فقير جدا، لا يملك شيئا، مكث 3 أيام صائما، طبعا لا يأكل ولا إلا الماء ولا يشرب إلا الماء.
صائم 3 أيام يمسي فلا يجد ما يفطر ويصبح صائما، حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس، هذا صاحبنا الذي نتحدث عنه، فقال لأهله: إني سأجيء الليلة بضيف لي، فإذا وضعتم طعامكم فليقم بعضكم إلى السراج كأنه يصلحه فيطفئه، ثم اضربوا بأيديكم إلى الطعام كأنكم تأكلون، فلا تأكلوا حتى يشبع ضيفكم. فلما أمسى ذهب بهذا الضيف إلى البيت، فوضعوا طعامهم، فقامت امرأته إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته، ثم جعلوا يضربون أيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون حتى شبع ضيفهم. فلما أصبح ثابت غدا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا ثابت، لقد عجب الله البارحة منكم ومن ضيفكم، فكما قلت لكم نزل قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أين نحن إخوة الإيمان من أخلاق هؤلاء؟ أعيد وأكرر مرات ومرات، هؤلاء من تربوا على يد الحبيب، لكن من الذي ربانا؟ ربتنا ثقافة غربية، وربتنا ثقافة بيئية ليست لها أي علاقة مع الدين ومع أخلاق المصطفى. سبحان الله، هذه الآثار إنما نجدها أين؟ نجدها حتى في حياة هؤلاء الصحابة. مرتان يروى أن أشياخ المدينة حدثوا أن رسول الله قيل له: ألم تر يا رسول الله أن ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح وكأنها مضاءة تزهر مصابيح؟ قال: شوفوا كيف هذا الحبيب الرحمن لم يقل اذهبوا وابحثوا فهو يعلم، قال: فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل ثابت في الغد عما فعل تلك الليلة وداره تظهر كأنها مشرقة مضاءة منارة بمصابيح، قال: قرأت سورة البقرة. إذن إخوة الإيمان، هذا هو ثابت. إخوة الإيمان، بقيت دقيقة أو بعض دقيقة، لا يسع هذا الوقت الضيق القصير لأن أحدثكم عن قصص جميل جدا عن ثابت بن قيس، هذا الذي ربي في حجر الحبيب، ربي مع الحبيب، عاش وعلم أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، لا يسعني إلا أن أودعكم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله، إن كان لي في العمر بقية، لنكمل حياة هذا الصحابي الجليل ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.